السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، كنرحب بكم إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نقدمه لكم. دي بتي سيجار بالباندومي يعني كيجيو رائعين لوليداتنا ولينا حتى حنا إن شاء الله. مرحبا بكم، غادي نشوفوا المقادير اللي غادي يخصونا إن شاء الله. عندنا البيض مطرب، 5 هاد البيضات، كنضيفوا واحد شوية الماء، واحد نص كاس ديال الماء كيجي جاري شوية. عندنا الفرماج الاحمر زائد الكاشير، اي نوع ديال الكاشير اللي كتبغيوه، كنكرطوهم بالحكاكه كيجي بحال هكا. وعندنا لا شابلور، هذه لا شابلور بالعطريه، كاين لا شابلور سامبل على حساب اللي بغيتو نتوما. مرحبا، اول حاجه كنديروها كان الباندومي، كيكون عندنا باندومي ها هو، والباندومي ديالنا خصو يجي رطب، يكون رطب. كناخذوا واحد الرولو، كنجيبوا الرولو كنسرحوا هاد الباندومي ديالنا مزيان. علاش كنديروا هاد العمليه؟ باش يترولا لينا ويجينا بحال السيجار ان شاء الله. ها هو هنا، كاين اللي يبغى يدير البيض من الداخل يدير البيض من الداخل، اللي ما بغاش ما يديروش. كناخذوا الفرماج بحال هكا، الفرماج مع كاشير كنديروه وكنديروا ليه هذا الباندومي ديالنا بهذا الشكل ان شاء الله. او من الاحسن الا بغينا باش يشد لينا مزيان، كنديروا ها نتوما كنديروا هذه العمليه. كاين جوج الحاجات، نديروا هذيك العمليه الاولى اللي وريتكم، او نديروا هذه العمليه. ها هي كنديروه في البيض بحال هكا، ونديروه ايضا في البيض لهذ الجهه الاخرى، ونحطوه فوق الطبله ديالنا، وناخذوا الفرماج مع كاشير نديروه ان شاء الله بحال هكا. هكا كيجي مزيان. علاش كيجي مزيان؟ كيجي شاد راسو مزيان وكيترولا مزيان. ها هو كنديروه، نقدروا ندوزوا عليه لا شابلور ديالنا بحال هكا هكا، ونحطوه في الطاوة فاش غادي ان شاء الله باش نقليوه. ماشي نقليوه في الزيت، غادي غير ندوزوه في المقله ان شاء الله، باش ما سرحتوه كيجي مزيان. على هذا الشكل من الاحسن ديروه في البيض. هذا هو السيجار ديالنا، كيجي مزيان ان شاء الله. كنطيبوه في مقله، او نقدروا نطيبوه في الاله ديال الضغط الا بغينا، وين غير بشويه ما توركوش عليها لان رطب بزاف ان شاء الله. ونتلاقاو ملي غادي نقليوه ان شاء الله. نديروا شويه الزيت، ماشي بزاف، غير شويه، غادي ناخذو السيجار ديالنا نحطوه في المقلة بحال هكا. نخليوه يبدا سميتو، ونبدا نوركو عليه غير شويه ماشي بزاف، لان الباندومي راه طايب، الفرماج يعني ما يحتاجش طياب، الكاشير راه مصوب، يعني هذا ما كياخذش وقت في الطياب بزاف. نقلبوه شويه باش نطيبوه من الجهه الاخرى، بغير باش هاد المنظر ديالو يجي طيب طيب، كيبان طيب. هانتوما
والزيت ما درناش غير شويه، ما بغيناش يمص لينا الزيت. هذا هو السيجار ديالنا ديال الباندومي اللي فيه الفرماج والكاشير ان شاء الله، اللي كيجي رطب، كيجي رطب مزيان بزاف بزاف، وكيجي رائع. غادي نشوفوه كيفاش كيجي لداخل. ها انتم شفتوا كيجي، كيجي هائل ورائع ان شاء الله. شفتوا كيجي، يعني شي حاجه رائعه باذن الله. نتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق، والى اللقاء في فيديو قادم.